طيب خلينا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن اليوم الثالث والاخير من الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. معانا على التليفون الزميله هويده يحيى، واللي موجوده في احدى اللجان في مدينه نصر. صباح النور يا هويده. صباح الخير، صباح الخير على كل مشاهدي عندي في مصر. اليوم هو اليوم الثالث والاخير في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، والان انا بتابع سائر العمليه في مقر الجامعه العماليه بمدينه نصر. نسبه الاقبال عامله ايه دلوقتي؟ النهارده ثالث يوم، متعودين المصريين بينزلوا ثالث يوم يعني بكثره. ده نسبة الإقبال عالية جدا، هي بتضم لجنتين، لجنة واحد ولجنة اثنين، دي لجنة سيدات ولجنة رجال. الحقيقة احنا رصدنا منذ يعني قبل فتح اللجان كان في طوابير من المواطنين الحريصين على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء سواء من السيدات أو من الرجال. الآن في مظاهر احتفالية جميلة للمواطنين المصريين رافعين أعلام مصر بشكل يعني جميل جدا وبشكل مستمر حتى من قبل فتح باب الاقتراع. يعني مقر اللجنة العمالية كمان بيشهد تواجد من جميع المواطنين من جميع الاعمار سواء شباب او كبار السن. هناك تامين مكثف من قبل قوات الجيش والشرطه للتسهيل على المواطنين الادلاء باصواتهم، في حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام وايضا المنظمات يعني اللي ليها تصريح من الهيئه الوطنيه للانتخابات. ايضا التقينا يعني منذ قليل بوزير القوى العامله محمد سعفان، والذي جاء للاطمئنان على سير العمل داخل اللجان هنا بالجامعه العماليه، وقال لنا يعني من خلال لقاءه الان بي سي مصر ان يعني الصوره هنا في الجامعه العماليه بتدل على وعي المواطنين بالمشاركه في التعديلات الدستوريه، لان التواجد كثيف منذ اليوم الاول، والمواطن المصري عنده وعي كافي باهميه صوته في هذه التعديلات. واضاف ان هناك توافد على اللجان بشكل كثيف على مستوى المحافظات، على مستوى محافظات الجمهوريه بشكل عام، واكد انه لا يوجد حتى الان اي عوائق او اي مشاكل يعني ليها علاقه بالعمليه الانتخابيه. كمان كان لينا لقاء مع رئيس اتحاد العمال جلالي المراغي، واكد ايضا المشهد بيتحدث عن نفسه هنا في مقر الجامعه العماليه، مشيدا بتواجد عمال مصر وحرصهم على المشاركه في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. يعني حابه اقول انه النهارده اخر يوم طبعا للتعديلات، وكان في تصريحات لسياده المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها. قال منذ قليل في تصريحات صحفيه انه عقب انتهاء التصويت اليوم الاخير ستقوم اللجان الفرعيه بالفرز داخل مقر اللجان على ان ترسل الحصر العددي للاصوات الى اللجان العامه التي ستقوم بارسال النتائج مجمعه الى الهيئه الوطنيه للانتخابات للاعلان عن النتيجه خلال يعني 5 ايام تاليه على وصول محاضر الفرز. طيب يعني احنا عارفين اكيد ان في تسهيلات خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، ايه التسهيلات اللي شفتيها عندك؟ يعني هو في تسهيلات بشكل كبير من حيث تواجد يعني من حيث مساعده رجال القوات الشرطه والجيش على توصيلهم لمقر اللجان للادلاء باصواتهم. تسهيل بشكل عام كمان للمكتوبين من خلال استخدام طريقه ترايل في التصويت. يعني تسهيل لجميع فئات الشعب، رجال وشباب ونساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. يعني الحقيقه في تظاهره جميله جدا، والمشهد هنا بيعبر عن نفسه في مقر الجامعه العماليه. اشكرك شكرا جزيلا الزميله هويده يحيى، شكرا جزيلا، كنت موجوده معانا. طبعا ده مشهد من مدينه نصر امام احدى اللجان.